السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا إن شاء الله النظام المائي الأنابيب، سوف نعطي فكرة عن النظام، طريقة عمله وما هي مكوناته. نبدأ من خزان الماء. طبعا خزان الماء 30 لتر يحتوي على المحلول المغذي، وبداخل المضخة تقوم بضخ الماء. حجم المضخة 45 واط، لا تستهلك الكهرباء. تقوم بسحب الماء عن طريق هذا الأنبوب، ثم تصعد بجانب الحامل، أنبوب صغير كما تشاهدون الآن، إلى أعلى ماسورة في النظام. بعد أن يقوم بصب الماء هنا، يقوم الماء بالجريان خلال المواسير. نوع المواسير حجم 4 بوصة. يجري الماء داخل الماسورة التي تليها وينزل للتي بعدها حتى نهاية النظام. يعود الماء مرة أخرى إلى الخزان المائي عن طريق هذا الأنبوب الأخير، يعود للخزان. الحامل حديد قوي، رعي أن يكون النظام ثابت لوحده، لا يكون متصل بشيء آخر. بإمكان الاستغناء عن هذا الحامل ووضع حامل على الجدار مثلا يأتي. أيضا عمل نظام الفصل شد الوصل حتى يكون هناك سهولة في فك النظام ونقله من مكان لمكان. الفتحات تحوي الكاسات، طبعا حسب الكاسات، يعني بأي حجم ممكن تعمل. المسافة ما بين الماسورة والأخرى تقريبا حوالين الشبر، ممكن 25 سنتي. ينفع النظام لزراعة الورقيات كما تشاهدون الآن، بقدونس، كزبرة، خس، أيضا فراولة. الورقيات بشكل عام بالنسبة للنبات نعطي فكرة عنه، ذكر في فيديوهات سابقة لكن نتكلم بشكل مبسط. النبات الآن على نظام البقدونس والسبانخ، وفي الأخير الكزبرة. أتمنى أن يكون إن شاء الله مفيد للجميع، ونأمل من الجميع الاشتراك في القناة وتعزيز نشر الفيديوهات لتعم الفائدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.